اهلا بحضراتكم. الحقيقه دي احلى لحظه، سيبكم بقى من الاستوديو التحليلي والورق والكلام والقصص دي احلى لحظه، لحظه الاحتفال، الكاس والتورته، هم دول احلى لحظه حتى على اللاعبين الحقيقه، لان احنا كل اللي بنعمله ده عشان اسعاد الجماهير، بس الابطال لازم يتكرموا ولازم الحقيقه ياخدوا حقهم، لان العرق والجهد، احنا اخر حلقه هنا في قناه النادي الاهلي بعد الجهد والعرق اللي بيبذل سواء من جهاز فني او لاعبين، احنا في الاخر اللي لازم نبروز ده للناس، لازم يعرفوا قد ايه الناس دي بتتعب والناس الحقيقه دي بتبذل مجهود. وطبعا مفيش فرصه احسن من كده ان احنا نعبر عن امتناننا وشكرنا لقناه النادي الاهلي للابطال، وبنشكرهم. واقل حاجه العاده اللي احنا عودناكم عليها هي طبعا قطع التورته بعد كل مكسب وكل كاس بيخش النادي الاهلي في العاب الصلاه. هستأذن ابطالنا يشاركونا كلنا، يعني نبتدي كليه. اتفضل يا سيفو كابتن رضا، مش هنيجي على الصوره بقى بتاعت اللعيبه، بس هناخد من الطرف كده من عند الايه البروازلة. الف مبروك يا رجاله، الف مليون مبروك، بشكركم وبشكركم على المجهود تاني اللي انتوا عملتوه وشرفتونا ونورتونا في قناه النادي الاهلي. طبعا هستأذن من الساده المشاهدين، طبعا هنطلع يعني بعد البرنامج بقى ناكل التورته، وبشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم، وان شاء الله يكون في بطولات كتير جايه ونحتفل بيها. عندنا السنه دي مليانه بطولات الحقيقه، فيعني ان شاء الله يكونوا رجال العاب الصالات، سواء طبعا سله وطايره ويد او حتى الالعاب الاخرى، يكونوا على قدر المسؤوليه، وربنا يا رب يكتر افراحنا وبطولاتنا. بشكركم شكرا جزيلا، فالى لقاء تاني واخر مع ملوك الصالات ومنافسات واحتفالات جديده ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. We'll be right back.